صباح الخير طلابي الأعزاء. في الأسبوع الثاني في وحدتنا أين نحن في المكان والزمان؟ أين نحن في المكان والزمان؟ سنكمل سأقوم بتقييم مدى إتقانكم لمهارة الكتابة، ثم نبدأ بحل أسئلة الفهم والاستيعاب في دفتر التدريبات مع مراعاة معايير الكتابة الصحيحة. سنقوم بإعطاء الاختبار التشخيصي للوقوف على نقاط القوة والضعف لديكم، ثم سنبدأ بالمهارات اللغوية من أقسام الكلام، الفعل والاسم والحرف. ثم سنقوم بتقييم المهارة الإملائية لكيفية كتابة همزة الوصل وهمزة القطع من خلال توظيف استراتيجية XO الممتعة، حيث ستلعب بشكل ثنائي.